Hello, everyone. I hope إن الناس تكون سامعاني. بس هنستنى for a couple of minutes لغاية لما الناس دي يعني كله يبقى موجود. الو، طيب يا جماعة، احنا we're waiting for a couple of minutes just to, for people to join and then we start. Hello everyone. Thank you for joining and then hopefully it will be an interesting talk. Well, let me let's start. ولو في أي حاجة you want to ask about أو يعني أي حاجة قلتها want me to يعني نتحرك. طب يعني في حد بيسأل كلام اليوم عن إيه؟ احنا النهاردة we're going to discuss the pricing وال especially يعني pricing strategy. أكيد مش هنتكلم في يعني technicalities of يعني pricing، بس يعني الاستراتيجي بتاعت البرايسنج امتى يعني يعني تو برايس هاي، يعني في كل ستيج بتاع الشركه بتاعتك، هاو تو دو ات، وين تو دو ات. وطبعا we're going to speak about الظروف اللي احنا فيها دي، وهاو يعني should a company تبتدي to discuss البرايسنج استراتيجي بتاعها in light of اللي بيحصل. Let me now to introduce myself. اسمي اسلام شاوي. I'm one of the co-founders and CEO of PayMob. احنا PayMob simply we build infrastructure technology fintech solutions للبنوك وشركات الاتصالات to enable merchants and users to perform digital transactions. النهارده زي ما كنت بقول احنا عايزين نتكلم على البرايسنج، وقد ايه البرايسنج طبعا is a tool مهمة in order for you to be able to طبعا capture revenue بتاعتك based on and so forth. بس الأول عشان نعرف نتكلم عن ال pricing، احنا ما ينفعش نتكلم pricing كده without discussing ال industry without discussing ال stage بتاع الشركة، نوع ال product اللي الشركة بتبيعه، الشركة بت operate، ال competition اللي حوالين الشركة شكلها عامل ازاي، and طبعا how much الشركة funded.
بص انا نفسي يعني الدسكشن دي تبقى mostly يعني I want to speak a bit and then we can have a discussion يعني الناس تقول لنا برضو share معانا ال experience and share معانا what their thoughts or if they have any questions. بص في الأول طبعا what I want to discuss أنا عايز discuss ده in light of our experience at Paymob. احنا the company that the industry that we operate in هي يعني financial solutions أو financial industry. Financial industry in specific والحتة بتاعت ال payments معروفة إنها it's a very يعني عشان إحنا بناخد transaction fee من merchants and so forth, but it's a very small kind of يعني the fees are very small and very limited in the basis points يعني compared to industries تانية. However, ده مش معناه ان ده يبقى عن طريق مش معناه ان ده ينفع يبقى عن طريق المارجنز بتاعته. فتو ستارت في البدايه احنا لما ابتدينا ان احنا كنا اول حاجه كنا عايزين نمضي مع بنك, فنسعر ازاي بيزد على الموضوع ده, فما كانش عندنا اي خبره في هاو كان وي برايس ا برودكت لايك ذس. فقعدنا نفكر طب تيجي نبرايس ات كوست, نشوف الكوست بتاعنا كام ونعمل ونزود عليه. اكتشفنا ان ذس از طبعا نوت ذا رايت way to do a pricing. فاحنا فكرنا we shifted our thought process and we should price based on the value we are creating. فده كانت بداية الطريقة اللي احنا and this is the philosophy اللي احنا ماشيين بيها في الشركة على طول, انه how much value are we creating and then نشوف how much of this value can we capture. ابتدينا في الديسكشنز مع يعني اول client نمضي معاه which is one of يعني the leading banks في مصر. ابتدينا نشوف السولوشن اللي احنا بنقدمها له هيمكن البنك, يا الا انت عندك حاجتين, يا الا انت هتساعد عميلك ان هو يسيف يعني يعمل كوست سيفنجز فبالتالي يو وانت تو كابتشر جزء من الكوست سيفنجز اللي انت وفرتها له, اور من الناحيه الثانيه انت هتمكنه ان هو يبيع اكتر او يجد يوصل لسيجمنتس اكتر فبالتالي انت تقدر تكابتشر فاليو من اللي انت من المكاسب اللي انت الخدمه اللي انت بتقدمها له او برودكت اللي انت بتقدمه ده بيكسبه. فاحنا ابتدينا طبعا نشوف our product was mainly ان احنا نساعد البنك ان هو يتاب into segments مختلفه من ال from من المرشدز ما كانش هو بيجيبها وبيعرف يتعامل معاها. ابتدينا نشوف ال added value اللي احنا بنعملها وازاي نقدر نعملها. طبعا في الاول كشركه صغيره ما بيبقاش عندك قوي leverage تقدر ما تقدرش ان انت يبقى عندك leverage تقدر تتكلم بيه مع البنك. وده في البدايه على طول انا مش ببص قوي على البرايسنج اتسلف, بس في البدايه عايز الناس تبقى مركزه ان ذير برايسنج ستراتيجي. احنا على طول كشركه وي اول لايك ذا ساس موديل, ذا ريكيرنت ريفينيو موديل, ده الموديل اللي بيقدر يخلي عندك هيلثي ايكونومكس, ده الموديل السستينبل خصوصا لو اللايف تايم فاليو بتاع الكلاينت بتاعك طويل, او يعني مش يعني حاجه يقعد معاك شهر ولا شهرين, اتس ان ذا ييرز. ده بيديك فلكسبيليتي اكتر ان انت تقدر تصرف اكتر وتسبورت وتسبسيدايز ابيت لان انت اللايف تايم فاليو بتاعتك كبيره. ففي الاول حاجه قررنا نعملها از برايسنج ستراتيجي ان اولا ان احنا مش هيبقى عندنا سيت اب فيز, مش هيبقى عندنا مينتننس فيز. ليه؟ لان احنا فكرنا ان ايه الطريقه السهله اللي خلي بيها الميرشنت يستخدم شركه لسه واحنا بنبتدي, ازاي ان احنا نقدر نكابشر as many clients as we can. لان our strategy في الوقت ده was a growth strategy, كنا عايزين نبقى منتشرين وعايزين نكبر بسرعه. فكنا بنشوف ان جزء من البنوك بيعملوه بيبطئ جدا ال process ده, ان هم they add a bit of setup fees and they add a bit of maintenance fees, فبتصعب قوي ال decision making خصوصا ان السيرفيس ممكن ما تبقاش مستخدمه, او الديجيتال بيمنتس مش حاجه يعني من سنتين ثلاثه كانت الناس مركزه فيها قوي. فابتدينا ان احنا نقول طب why don't we shift our pricing strategy انها تبقى we only يعني usage based, ف we only charge لما الجيت واي او السيرفيسز بتاعتنا بتستخدم او so forth. فابتدينا ان احنا نشوف ان احنا عندنا uptake كبير قوي من الميرشنتس, ابتدينا اتراك ميرشنتس بجميع الاحجام, حتى الناس اللي كانت ابيت هزدنت انها تقدر تعمل ابيت هزدنت انها تقدر تستخدم السيرفيس دي ابتدت تقول والله
طب ما انا او نوت باي اني ثينج، طب ما انا ممكن استخدمها and then for a while if I if someone uses it I'm going to pay. But this is how I want people to foresee their pricing strategy. اول حاجه what is the industry اللي انا شغال فيها، ثاني حاجه انا في any stage what do I want to achieve. وده الدسكشن اللي احنا every single quarter of the year بنعمله. طبعا annually بنقعد احنا السنه الجايه دي السنه دي عايزين ايه اللي احنا want to achieve. We want to achieve for example in our case مثلا number of missions. Are we doing this to maximize revenue? Are we doing this to what are we trying to achieve? وبيزد عليها انت تبتدي تتحرك في ال pricing strategy. Definitely انت مش لوحدك في الماركت، you have to تبتدي تهتم او تبص الكومبيتيشن بيعملوا ايه. however يعني ده حاجه I experienced. انا actually read مش عارف لو حد قرا كتاب بيتر تيل from zero to one، كان بيتكلم على طول ان انت if you're in a cost driven this is a cost driven race وانت واحد انت multiple or another competitor you're all going to compete on price then actually margins are going to drop to zero. محدش nobody's going to make money out of this business. فبالتالي this is going to reflect about how much investments you're going to invest the support وكل حاجة في الآخر is going to boost and you're not going to create value. احنا على طول we always in at Paymo we always thought about value driven approach. فاحنا we do not compete on price على قد ما we try to compete on service. فبالتالي بنحاول ان احنا بنحاول نقول والله طب ما تيجي نشوف ازاي ممكن نخدم العميل ده بطريقه افضل، ازاي ممكن نوفر ليه طرق دفع اكتر، ازاي ممكن نوفر ليه سبورت افضل. فبالتالي نقدر ندماند a bit higher than the norm. يعني طبعا احنا في جزء من الكومبيتيشن بتاعنا بانكس، فبالتالي بانكس ان جو يعني في البرايسنج بتاعها ده كان بي فيري فيري اجريسيف. بس احنا قلنا مثلا ايه اللي الناس بتتضايق منه، نزلنا عملنا ريسيرش لقينا بيبل بتتضايق جدا فروم طب انا بقعد اعمل انتجريشن طويل، طب ازاي ممكن نسهل الموضوع ده، طب انا بعمل السبورت مش حلو، ما حدش بيرد عليا، الناس باخد وقت طويل في البي او اس مثلا. لما نزلنا الماركت ده it's actually a very competitive market. We differentiated نفسنا بان the device is very different. We نزلنا اول اندرويد ديفايس موجود في الماركت، we offered عليه payment methods كتيره، we offered a great reporting tool عشان الناس تبقى عارفه ازاي تقدر تشوف البيمنتس بتاعتها. فشوفنا كل الاسبيكتس اللي الناس usually بتتضايق او مش موجوده في الماركت and we tried as much as we can to satisfy it in order to get يعني a premium or a better price so we don't get into يعني بنحاول نحط نفسنا into competition. ان الحاجه في الاخر لو انت بتوفر 100 حاجتين بيعملوا exactly the same انا مش هشوف الارخص فيهم، بس لو انت رحت ان دي حاجه تعمل حاجات زياده I wouldn't مش هقعد افكر في البرايسنج على قد ما انا بفكر في الفاليو البرودكت ده بيعمله لي واللي بيطلب مني واللي بيطلبه قد ايه. ديفينتلي وانت طبعا بتسعر لازم بتبص على العميل بتاعك قد ايه. يعني ما ينفعش انا مثلا فور اكزامبل ان اور يعني اندستري ما ينفعش مثلا اروح لواحد واقول له اللايك ترانزاكشن فيه بتاعتنا 15%. فاذا كان الراجل مثلا لو هو بيبيع الكترونكس المارجنز بتاعته نفسها 7-9% ماكسيم، فالراجل هيقول لي يعني انا هبقى ببيع البرودكت بكسب فيه 9% عشان وانت بالديماند 15. That's definitely not a smart way to do it. فانت لازم اولا تشوف العميل بتاعك والاندستري بتاعتك المارجنز فيها عامله ازاي، الناس اللي حواليك بتعمل ايه، وتفكر مش تقلدهم بس تفكر how can you disrupt the model in a healthy way. دي حاجة برضو I want to discuss جدا وهي الـ unit economics. يعني في ناس كتيرة بتقعد تقول مثلا startups دي شركات بتخسر، دي شركات they are not ما عندهمش healthy economics. في فرق ما بين شركة بتخسر وفي فرق ما بين ان الـ unit economics بتاعك is positive. ازاي؟ ممكن انا واحد بيصرف مرحلة growth فبيصرف على marketing and so forth وكل حاجة كتير، بس البرودكت نفسه لما بيجي يبيع مثلا if it's a ride if it's لو انت
بتعمل ترانزاكشن او انت ان وات ايفر سيرفيس يو دو، بتدي حد لون او سو فورث، ما ينفعش مثلا تبقى بتسلف حد باقل بنسبه اقل من اللي انت مستلف بيها من البنك. ما ينفعش مثلا انا بحاسب الميرشنت باقل من وات ماي كوستس ار. ما ينفعش فور اكزامبل ادي لحد، لو انا شركه موبيليتي مثلا او انا حد اي مثلا شاد ايكونومي، ما ينفعش ابقى انا بدفع للتوتر ولا للشخص اللي بيقدم لي الخدمه او للكابتن اللي بيعمل الرايد ده، ما ينفعش ابقى انا بفهم مور ذان ماتش مور ذان اي جيت. Definitely I can subsidize for a while عشان ال behavior يتغير and so forth. بس at the end of the day the most important part in the pricing ان انت لازم تبقى عندك healthy unit economics. وما تبتديش never think about ان انا هبتدي بريت رخيص او انا هرخص ال pricing بتاعتي وان شاء الله قدام هغيرها. If people aren't willing to pay اللي انت محتاجه او aren't willing to pay for the costs اللي انت of this product، يبقى في حاجة غلط. Whether انت مفروض تعمل optimizations كتيرة جدا في الـ organization بتاعتك لان تعرف to produce الـ service او product ده بطريقة بـ cost اقل، او actually what you're selling مفيش demand، مفيش demand عليه، الناس مش are not interested in او مش interested in at this price. فالحته بتاعت البرايسنج ان ريليشن مع البرودكت ماركت فيت this should be يعني the most interesting او يعني the most important aspect of شركه ستارت اب لسه شغاله او برودكت ممكن يبقى شركه كبيره بس لسه يعني عامله برودكت جديد. This is the most important part they need to see. ويبقى في زي سويت سبوت كده اللي هو انا ممكن ابقى بكسب جنيه بس ببيع 100 يونت. طب ما انا ممكن ابقى بكسب 75 قرش بس ابيع 10,000، at the end of the day I'm making way more money. Definitely طبعا لازم تبقى بتكسب لانه رالس انت لو بتخسر في كل واحده بتدفع عليها جنيه كل ما هتكبر كل ما you're going to lose more. For this part is very important. والانوفيشن في البرايسنج وفي المودلز اتسلف كان يعني تيك ذا كومباني، يعني ممكن نبص مثلا على حاجه زي اي دبليو اس فور اكزامبل. يعني امازون ويب سيرفيسز لما اتعملت انت قبليها انت عشان شركه لو اي حد فينا كان عايز يبقى عنده سيرفرز وعنده تكنولوجي بروجكت عايز يهوسته سامور شود هاف انفستد ثاوزندز، ويعني لو طبعا كبرت شويه ممكن توصل لمليونز ان هاردوير موجود عندك. الناس دي قالت والله we're going to disrupt the model, we're going to make it a SaaS model. بدل ما انت هتدفع رقم كبير في السيت اب لغوا الموضوع ده، فبالتالي you can go as little as ان انت بتدفع 150-200 دولار and you have access لسيرفرز. طبعا كل ما بتكبر كل ما you pay more. بس the idea is ان انت بدل ما كان الانتري بوينت بتاعتك 200,000 جنيه بقت الانتري بوينت بتاعتك 2000 جنيه. And this is how يعني I love to يعني بقول حتى للتيم معانا نعملها، ان احنا بنحاول ان احنا نمينيمايز الانتري بوينت as much as we can عشان نقدر نكابتشر more business. And this is where we see value بتتعمل، مش في ان انا ابيع حاجه. احنا our business we target the masses. فانا مش عايز افضل ابيع حاجه ل 20 30 واحد، لا بالعكس I want to price it، انا I want to سالت ل 300,000 واحد. And this is how we played يعني في الشركة عندنا. Definitely كان عندنا حاجة برضو I want to share. الأول لما كنا بنبتدي نشتغل لما قلت الحتة بتاعت البنك، كنا إحنا بنبرايس والبنك كنا إحنا بندي البنك solution والبنك كان هو اللي بينزل يبيعه. Definitely banks by nature they don't have the flexibility. عندهم طبعا بيروقراطية كبيرة حتى لو الناس يعني اللي في البنك عايزين كده. It's very hard ان انت تغير pricing وتسربت الموديل بتاع pricing كله وتخسر لمدة شوية عبال ما تكسب. And so forth ما عندهمش قوي الحتة دي. فاللي احنا غيرناه and this actually reflected جامد قوي في البزنس بتاعنا، ان احنا بدل ما احنا كنا بندي solution للبنك قلنا طب هنعكسها. قلنا للبنك طب we're going to supply you with technology، بس بدل ما انت اللي بتبيع احنا هناخد منك buy rate
انت كبنك هتدينا ريت، واحنا هنروح نأونبورد الميرشنتس اور سيلفز، احنا مش هنخليك انت اللي بتبيع لنا. وده برضو حاجه مهمه جدا، ان يعني اي حد يعني عنده ستارت اب او شركه، it depends هو الاند برودكت في الاخر، الاند برودكت انت اللي بتبيعه ولا يور سبلاير تو someone وهو اللي بيبيع. الشخص اللي على طول الكونسيومر فيسنج او يعني في الاخر الاند اللي بيسيرف الاند كونسيومر اوف ذيس برودكت، ده بيبقى اكتر واحد عنده flexibility ان هو يقدر يتحرك، طبعا جيفن ان هو ما نزلش على الكوست اوف هيز سبلايرز، بس ده الشخص اللي بيقدر قوي يلعب بالبرايسنج، وده الشخص اللي بيبقى عنده شويه ليفرج ان هو ممكن يرجع على السبلاير بتاعه. يعني انت مثلا لو تخيل انت اللي بتسبلاي حاجه لابل فور اكزامبل، ناس عندها انورمس ليفرج، ناس عارفه هي ارقامها كبيره، بتاخد كوانتيتي ديسكاونتس مرعبه، ف يعني الكوست بتاعتهم، عشان كده ابل عرفت تكريت مارجنز كبيره، زي بريشر جدا السبلايرز بتوعهم، بعد وفي نفس الوقت they don't have this pressure ان هم ينزلوا اسعارهم، بالعكس هو ممكن يبقى عندهم مارجنز كبيره. And this is how actually great companies تتعمل بالمارجنز، المارجنز دي هي اللي you can reinvest في الشركه، and you can reinvested in the team يعني وال R&D. Definitely كل الشركات بتحاول تبقى يعني monopoly. برضو هرجع لو في يعني thank you يا جماعة، ممكن تبتدوا يعني تسألوني عادي. يعني I want to thank نهال علي، what is the average margin، بتسأل what is the average margin for a high end product. يعني definitely احنا شفنا يعني الناس، لو شفتي مثلا شركات، يعني في شركات tech companies وpayment، يعني شركة زي MasterCard مثلا الديفيدند ديل بتاعها حوالي 47%، بتتكلمي ان هم بعد ما يعني عندهم مارجن يعني ريليشن ريفينيو اللي هم بيحققوه تو ذير نت بروفيتس اتس اباوت 47%. ذيس از نوت، وهم مش هاي اند، وهم مش هاي اند برودكت. ديفينتلي انت المارجنز بتاعتك ممكن تعلى عن 100%، يعني يو دونت هاف تو بي ا برسنتج، ديبيندز اون ذا برودكت. يعني لو ممكن تقولي لي more details I can tell you، يعني في ناس بيبيعوا بمارجن 700% او 800%. يعني مثلا the food industry، يعني لو اي حد تخيل مثلا البرجر اللي هو بياكله في اي مكان، او لو في او high end restaurants for example، definitely يعني الستيك وال او الساندوتش البرجر ده مش بيكلف 250 جنيه و 300 جنيه، فيعني لو جيتي تحسبيها يعني اكتر حاجه بتاع ده هكلفه ايه، 30 جنيه 40 جنيه. This guy is doing 10x، بيعمل 1000% margin on this product. Definitely لأنه عنده cost ثانية، عنده إيجار وعنده، بس they're selling the product at a very high premium. بس زي ما بقولك، اللي يخليكي تعرفي the demand this high margin is زي ما انت قلتي it's high end product. يعني وبرضو لازم تاخدي بالك في الحتة، طب يعني طبعا definition بتاعك of high end ممكن يختلف من الكونسيومر، ممكن انا شايف ان اللي انا ببيعه ده اكستريملي هاي اند، هاويفر ده مش هاي اند بالنسبه للماركت، او مش هاي اند بالنسبه للسوق. فذاتس ا فيري انترستينج بوينت. اند لازم تشوفي، طب لو انا نزلت البرايسز بتاعتي سنه والديس ريفلاي، يعني هل في الاستيستي؟ يعني ماشي انا بعمل هاي اند برودكت ب 1000 جنيه وبيكلفني 100 جنيه، حلو انا مسلنج، طب لو انا خليتهم 900 وده هيميك، هيبقى عندي ريتش اكبر. فالسؤال ده بيبقى حاجتين، اولا do you need reach اكتر، يعني انت عايزه البرودكت ده يبقى ماس. في ناس بتبرايس البرودكت بتاعها they wanted for the elite. Actually the idea يعني مثلا the fashion industry is priced for this. اكيد لو كل الناس بقت شايله لوي فيتون هاند باجز، ما اعتقدش they're going to lose الاكسكلوسيفيتي بتاعتها او الفاليو بتاعتها لو كل الناس بقت شايلها، لو بقوا بيعوها باقل من 1000 جنيه. ف this is the beauty about what مثلا a brand زي LV او يعني the big fashion brands عملوه، ان هم they managed to create a very high end product، حافظوا على المارجن بتاعتهم، they never do discounts، ما بيعملوش sales for years، في designs ما اتغيرتش، and وعرفوا through the power of the brand and the power of اللي هم بيعملوه when it comes to the exclusivity of it and so forth،
ازاي يعرفوا ان هم يحاولوا يحافظوا على بالظبط هاي اند باجز اند كلوز. ديفينتلي if this is high end يعني you can go into 300% 400%, especially طبعا لو اللبس ده you create yourself مش imported. لو imported definitely وليه price يعني ممكن اشتريه من امازون ولا حاجه, definitely that's hard, لان انت هتشوفي ساعتها هتبتدي تبصي طب هو انا الشخص اللي مش عايز يتعامل معايا وممكن يشتري directly from the brand, ايه الكوست اللي عليه, هيدفع شويه shipping مش كده. ف if you're طبعا doing او انت بنفسك اللي بتبلدي اللي عندك البراند دي وانت اللي بتعملي الهدوم بنفسك and it's a very very high end product, definitely you should increase your prices, بس طبعا مش to a point ان you compete with مثلا يعني LV handbag ولا belt. بس في نفس الوقت one day you can reach that, one day you can demand these high pricing. بس لا definitely your industry fashion industry فيها margins كبيرة جدا and it's a very very profitable and it's a very profitable industry if it's done well. We have a question من وائل عبد السلام. Hi وائل. يقول نحن we are a shared services provider and our services are very unique. We want to know the best possible pricing practice for us. Most definitely if you're a shared services provider, لو انت راجل انت عايز تبص على ناسس, فديفينتلي انت لازم البرايس بوينت بتاعك ما يبقاش يعني ما ينفعش تقول لي ان انا البرايسنج بتاعي هيبقى لاتس اسوم مثلا انت ان ذا بزنس اوف هاوس كليننج فور اكزامبل اند ذس از ذا شيرد سيرفيس. لازم تبص الاول طب وانا لو اجيب حد كلينر في البيت هاو ماتش داز ات كوست مي انا كانديفيدجوال, ديفينتلي انت هتبقى اغلى. بس ما ينفعش مثلا ابقى انا بجيب حد مثلا بيعمل هاوس كليننج في البيت المره بتكلف 300 جنيه وانت تقول لي والله انا عشان انا هكلف 2000 جنيه. فاين, بس وات از ذا فاليو اللي هتخليني اطلع من ال 300 جنيه لل 2000 لل 2000 جنيه؟ دو يو كرييت فاليو, هل في حاجه تسمح لي ان انا تبرر ال 1700 باوندز الزياده اللي انت ديماند ليا؟ If there is then go for it. بس لازم برضو تخلي بالك من حاجة تانية. How many people are willing to pay? يعني لو حد ready يدفع. الناس اللي are willing to pay this much, هل دول يعرفوا يكريتوا ليك revenue enough ان انت تقدر to sustain and grow the company? يعني ممكن يكون في 10 are willing to pay this. بس هل دول يعرفوا يكسبوك? Definitely the answer might be no. For example, برضو في حاجة في الشارد يعني او الشارد economy in general. انت عندك two sets of pricing. انت عندك ال end consumer pricing, ال pricing اللي انت بتدي له consumer, وفي نفس الوقت انت عندك ال share بتاعك اللي انت بتاخدها من ال suppliers بتوعك. definitely في الاول لان انت it's a chicken or the egg game, انت ما عندكش لا supply ولا عندك demand. في الاول الناس اللي بتعمله انها actually you sent, انت في الاول بتبقى بت incentivize both. في الاول بيبقى عندك supply, في الاول بتحاول تخليهم سعداء, تحاول تخليهم مبسوطين عشان يعرفوا لما تعمل ماركتنج وتبتدي تشتغل يجي لك ديماند كبير على السيرفيس بتاعك, يبقى عندك ناس يعملوا السبلاي ده ويعملوه بطريقه كويسه ما يعملوش بطريقه وحشه, بحيث ان this is your image at the end of the day. فده اول حاجه لازم تاخدها في اعتبارك. تاني حاجه لما تزود المارجن بتاعك على السبلايرز دول, او افترضنا مثلا ان هم فور اكزامبل انت بتعمل رايت شيرنج او حاجه بالمنظر ده, طب at the end of the day انا بقى ككونسيومر هدفع كام؟ يعني لو هطلع من مدينه نصر لمصر الجديده والله راح هتقول لي عشان تركب العربيه معايا هتدفع 300 جنيه, هقول لك لا it doesn't make sense. What you need to think about is how much value I'm bringing للكونسيومر and how much value I'm bringing للسبلاير. اللي برضه ما ينفعش تقول له انا هاخد منك 70%, فالراجل يلاقي طب ما انت ما بتدفعش بنزين, ما بتدفعش للايجار, ما بت... للعربيه او قسط ليها او سوفول. انت لازم تحط نفسك مكان السبلاير بتاعك, تكريت يعني ايكو سيستم وير باي الراجل ده بيكسب, لان لو الراجل ده قعد اتس نوت سستينبل الراجل ده مش هيكمل معاك.
ممكن تشتغل معاه شهر اثنين ثلاثة، بس this is not a sustainable business غير لو انت قعدت تفيدهم the incentives. I need ان انت الاول تفكر ال end consumer هيدفع كام في السيرفيس دي، ازاي هاخدها، السبلاير بتاعي هيديهاني كام، and what value am I creating، ان انا من ناحية ازود شوية البرايسنج على الكونسيومر for the service that I'm bringing، ومن الناحية التانية انا بعرف اضغط شوية على السبلاير لان انا I'm bringing him a lot of demand من ناحية، فاعرف اكريت ال two sides whereby انا اكسب منهم. We have إبراهيم فتحي definitely سؤال if you want to يعني tell me يعني discuss الموضوع please يعني share another comment. في مستر إبراهيم فتحي بيقول if I need to create a company like Accept which is one of your companies what's your recommendations if you would like. بص زي ما بقولك يعني لو انت عايز تكمبيت عايز تكريت شركة زي اكسبت definitely لو بتقولي في روم يس في روم لان انت لو بصيت there are huge potential لحاجة بالمنظر ده because we have يعني في hundreds of thousands of SMEs ما عندهاش اي طريقة انها تاكسبت بيها digital payments، فده اول حاجة ف the market is there ف yes there is تقدر تعمل كده. السؤال اللي انت لازم تفكر فيه طب ايه اللي انا ممكن اعمله احسن منهم وبطريقه افضل منهم او ايه هم ما عملوهوش بحيث ان انت تبقى عندك فاليو اديشن، فلو هتروح لميرشنت فور اكزامبل ما بيشتغلش معانا او بيشتغل معانا تقول له والله روح اشتغل معايا فيرسز الناس دي، ممكن انت استراتيجي بتاعتك تبقى ده انا ممكن اشتغل مثلا في الجيوغرافيكال في مكان هم مش موجودين فيه. This might be استراتيجي، مش لازم ان احنا مش بنكفر كل حاجه في كل حاجه في العالم، فانت ممكن تروح على حتت ليها علاقه بالجيوغرافي تشينجز من ناحيه، ممكن تبص على سيجمنت معينه احنا مش بنوفر وتقول والله طب انا اي كان سيرف السيجمنت ده مور اعمل له فاليو ادد سيرفيسز حوالي برودكت اكتر وابقى مركز في السيجمنت ده، فما بقاش جنرال انا بتعامل مع كل الميرشنز فور اكزامبل، انا بتعامل مع سيجمنت معين، بتعامل مثلا مع الهيلث كير اندستري حاجه بالمنظر ده. بس برضو طريقه وفي ان انت توفر بيتر سيرفيس، والله تشوف الناس دي ايه اللي بتخلي الناس تيجي اكسبت وتقول والله I'm going to do this better. بس لو your strategy ان انا I'm going اعمل زيهم بس الطريقه ارخص that's not a very sustainable strategy. يعني ده مش حاجه انا بنصحها لاي حد اكشلي، لما حتى بنبقى بنعمل يعني واحنا في التيم لما بنبقى بنلونش برودكت جديد او حاجه وذا هول ايديا اوف ذس برودكت ان احنا ارخص من اللي جنبنا، عادي اللي جنبنا ده ممكن ينزل البرايسز بتاعته. يعني should always think of value if you see there is value definitely go for it 100%. وفي لحظه واحده مستر وائل بيقول ان هو بي بروفايد فول ديبارتمنتس اوف سبورت سيرفيسز فور بزنسز اي تي فاينانس مانجمنت اند سو فورث. طبعا يعني الفكره اللي حضرتك بتقولها اتس فيري انترستنج، فحضرتك هتشوف مثلا فور اكزامبل لو اف يو ار جوينج تو بروفايد مثلا يعني ذس از مور اوف اوت سورسنج اور اتش ار از ا سيرفيس كايند اوف موديل، فحضرتك هتقول والله انا ام جوينج تو بروفايد يو وذ فاينانس مانجمنت للشركه. طب حلو انا كشركه مثلا عشان اعرف امانج ماي فاينانس هاو ماتش ام اي جوينج تو بي، هعين كام واحد عشان اعرف اعمل كده، ثم هعين اثنين ثلاثه ببرايسنجز معينه بالساليريز معينه، فهتيجي تقول لي والله لان حضرتك هيبقى عندك ايكونوميز اوف سكيل ممكن يبقى عندك خمس ست مثلا فاينانس يعني في الفاينانس ديفيجن بتاع الشركه بتاعتك الاوت سورس خمسه ست دول شغالين على 30 شركه definitely انت you can have big margins لان انت هتيجي تقول لي والله انا هدي هوفر لك كاليبر انت كنت هتجيبه وهتدفع له 10,000 جنيه 15,000 جنيه بس هيبروفايدو لك ب 3,000 جنيه ب 4,000 جنيه، فده مور انت بتكبر ده مور انا ببقى مور انكلايند تو دو، بس في نفس الوقت ما تقرص على ريفينيوز على المارجنز بتاعتك جامد لان في الاول لان people always ما حدش بيتخيل الاسعار بتطلع الاسعار بتنزل، فلو انا ابتديت معاك ب
باتنين بسيرفيس ولا بالتانية، متخيل لما اخد التالتة I'm going to lower the whole package. It's actually البيزنس اللي حضرتك فيه is a very interesting business and it's high margin business, especially in الناس اولا بتبقى عندها مشاكل في ال HR، ما حدش بيبقى عايز يعين ناس كتير. ثانيا الكاليبرز طبعا we're all fighting for, ف if you have great calibers في services في الـ IT وفي الـ finance managers وfinance management and the rest of حضرتك بتوفروا, this might be very very interesting business and you can demand high margins, بس طبعا ما تبقاش اكتر من السالاريز اللي ممكن ادفعها. في معانا ياسمين حنا بتسأل do businesses need to change the pricing to cope with the current recession, noting that it's very hard to decrease the margin in some businesses who have very low margin. بصي definitely طبعا يعني كل اللي احنا بنقوله ده لازم, احنا دلوقتي كلنا عارفين طبعا في ظرف الكوفيد 19 طبعا اللي احنا فيه ده opportunity للناس وطبعا مشاكل الناس تانية. في مثلا industries regarding of the pricing زي tourism for example, للأسف الدنيا عندهم صعبة due to يعني الإجراءات اللي اتخذت عشان الترافل and so forth. بس let's take مثلا business بيقدم SaaS model for example, والله لو أنا أقدر النهاردة أقلل ال cost of entry بتاعي to the point إن أنا أقدر أقول للعميل وأخش in a freemium model, بمعنى أنت ممكن تبتدي تعمل pricing تقول له مثلا أنت هتدفع من تاني شهر, هتدفع consume service دلوقتي بس هتدفع بعد شهرين, هتدفع بعد ثلاثة, والناس كلها هوب ان بعد شهرين ثلاثة الدنيا تبقى تمام. انت بتقول يا راجل كونسيوم استخدم السيرفيس بتاعي واستفيد بيها النهاردة, however you're going to pay بعد فترة. My recommendation انت ما تنزليش prices بتاعتك, بالعكس انت ممكن تقلليها for a month or two بس your actual price ما ينزلش, لان this is اللي احنا فيه ده حالة شهرين ثلاثة بعد كده هتتغير. فانا my recommendation بالعكس you do not lower your prices وتفضلي زي ما هي, او ممكن حتى تجيب الناس incentives على حاجة تانية. فممكن تقولي والله لو انت جيت استخدمت السيرفيس بتاعي I might give you a voucher مثلا تعمل بي حاجة من مرشد معين and so forth. فيبتدي الناس تشوف more value creation بس من غير ما ان انت تدسربتي البيزنس موديل بتاعك, خصوصا ان انت بتقولي ان it's a very low margin business. في حد بيسأل, ماشي في ناس بترد على مستر وائل, it's very interesting, ماشي thank you. لو في حد عنده discuss that. Definitely خلينا نرجع للحته بتاعه الكوفيد 19. زي ما بقول لكم دلوقتي طبعا الناس كلها بتروح towards digital, اي حد شغال in the digital space in general طبعا this is great for him. طبعا راجل بتاع زوم شغال يعني كويس, بيقول ان هو he overachieved الشهر اللي فات by 200 مليون يو اس دولارز في الشهر, good for him, we're all using his services. بس في services كتيرة ممكن تبنفت by this. فأنا وانت مثلا من services اللي is hit by COVID-19, لو انت مثلا شركة بتعمل ride sharing for example, طبعا demand قلل الناس ما بتنزلش. My suggestion for you ان انت مش تقلل prices, لان انت مهما لو خليتها صفر ناس برضو مش تركب الناس في الشارع. There is no need ان انت change pricing, بالعكس انت مرحلة ان انت تpreserve cash, تحاول تقلل الصرف بتاعك, طبعا مش مفيش وقت تعمل marketing and so forth. والله لو انت in an industry من الاندستريز اللي الناس مركزه فيها دلوقتي وبتكبر, يعني انت لو في الفود ديليفري فور اكزامبل اند سو فورث, بالعكس انا شايف ان انت تو جو اول ان, ما تعملش سبسيديز, بس لو انت عندك سيت اب فيز شيله, كابتشر از ماني ريستورانتس فور اكزامبل از يو كان, تعرف تشتغل معاها بحيث ان انت لما الازمه دي تطلع الناس تحس ان هي استخدمتك ولقيت في فاليو ليك وعرفت تكمل. فانا طبعا عشان يعني الناس تبقى people to be aware, there are number of pricing techniques. في الفريميوم موديل, انا actually love the freemium model لان هو بيساعدك جدا
ان انت اولا بيقلل الديسيجن ميكنج بتاع اليوزر بتاعك، ان انت انا هبتدي استخدمك هوبفلي لو انت باني برودكت كويس والبرايسنج بتاعته كويسه ديفينتلي انت تقدر تسستين ده. والحته اللي انت عملت لها سبسيدايزيشن دي مش هتهرت يو لو اللايف تايم فاليو عدى عليك. في استاذ محمود شوقي كان بيقول في تي باي از ا فيري كوستلي بايمنت جيت واي، هاو كان اي برايس ماي سيرفيسز وذ ذس هاي كوست. بص طبعا يعني انت برضه انت بتبص على الكوست، بس انت ممكن تشوف طب هو المارجنز بتاعتهم عامله ازاي. يعني شركه مثلا زي اللي هو الدايركت كارير بيلنج اللي هو الدي سي بي، هم عندهم كوست كبيره لان في كوست بيدفعوها لشركات الاتصالات اي شركه وذر هنا في مصر ولا بره، فدي هاف لوت اوف كوست عندهم. فات ذا اند اوف ذا داي طبعا مارجنز ممكن تبقى كويسه، بس انت ما تتخيلش ان ال 40% ريتشارج او ال 30% ريتشارج ده كله ريفينيو او ده كله يعني حاجه مارجن داخل لهم والكوست عندهم صغيره. انت عندك كوست ضرايب على الـ على الاير تايم ده، وعندك مكسب الاوبريتور، وعندك الاوبورتيونيتي كوست بتاعت الاوبريتور ان انت كنت ممكن تتكلم برصيد ده ان يميك طبعا مارجنز كبيره عليه. لما تيجي تسبتراكت كل ده من الاسكينج برايس بتاعهم هتلاقي ان هو طبعا في مارجن بس اتس نوت هيوج ديفينتلي. ده طالع طبعا انت بتسال هاو كان اي برايس ماي سيرفيسز ذس هاي كوست. لو انت بتتارجت سيميلر اودينس تعرف تعمل كده، بس ده الهاي كوست ده مخليك محصور في اندستري معينه. انت مثلا ما ينفعش تروح بزنس زي كارفور وتقول للمانجمنت هناك والله انا هخلي الناس هحط لك بي او اس وهاخد منك 30%، يعني الراجل اصلا ممكن يكون بيكسب 2% مارجن. ده بزنس قائم على ان الناس تتحرك بيموف برودكتس والتيرن اوفر العالي. فديفنتلي ده ممكن يشتغل ان جيم ديفلوبر فور اكزامبل، راجل اولموست يعني لو انت اشتريت سيف في الجيم ولا بتاع اولموست بالنسبه له اتس زيرو كوست، البرودكت ده زيرو كوست. فلو هيز ويلنج ان هو يباي 30 40% بس ياخد ال 60%. الديبندز جدا على البيزنس وعلى السيجمنت اللي انت بتتكلم فيها. ديفينتلي في استاذ محمد بدر بيتكلم على فيلمينج برودكشن كومباني. طبعا عايز يعني ديفينتلي الاندستري دي انت عندك حاجه كبيره جدا which is الكرييتيف بتاعك. يعني لو انت مثلا لو انا راجل بروح اعمل حمله اعلانيه فور اكزامبل I can put a price on creativity. If you were known ان انت شخص بتعمل creative ideas creative team بتاعك قوي you can demand very high prices for your production لان انت راجل بتعمل حاجه مش موجوده. انت عامل كانك مخرج فور اكزامبل انا ام تراينج تو هاير فور ا موفي. والله if your مارتن سكورسيزي ديفينتلي وافلامك كلها بتنجح وبتجيب فلوس فديفينتلي الناس مش هتتردد انها تدفع لك فلوس. بس if your business قائم على ان انت بتعمل حاجات وده مش عيب ان انت ممكن تبقى بتعمل مثلا فور اكزامبل انفوجرافيكس او حاجات بسيطه وسهله من فور اكزامبل بس بعملها بسرعه فيو كان بلاي اون ان انت if you hire me عشان عندك كامبين انا ممكن اعمل لك حاجه بسرعه. بس if you're doing something مفيش فرق ما بينك وما بين الناس التانيين قوي فيور برايسز ار جوينج تو بي ديفرنت. هتبص على الكومبيتيشن وهتبص على الناس اللي حواليك وتشوف هم البرايسز بتاعتهم عامله ازاي وللاسف هتبقى شبههم. عشان كده انا بقول لك اور استراتيجي واز يعني اولويز جوينج تووردز احنا فاليو دريفن ابروتش مش كوست وايز. ديفينتلي الاريا اللي انت فيها a lot of innovation it's built on creativity ف you can definitely لو creative team بتاعك يعني قوي you can do it and you can charge more revenues. عندنا محمد لويندي اللي هو مستر لويندي when and how businesses start to price the services in bundles without sacrificing big margins. طبعا موضوع البندلز ده it's a very interesting approach على طول اللي بنشوفه يعني الاقوياء جدا في البندلز الموبايل نتورك اوبريتورز. يعني تاخد شركه فور اكزامبل زي فودافون لما اخترعت الكونسيبت بتاع الفليكسات
وانت بتاخد كام فليكس وبعد تعمل باندلز للفليكسات اند سو فورث. ديفينتلي انا مش شايف ان انت بالعكس، انت ممكن تبتدي، ممكن اكشلي البيزنس موديل بتاعك ان انت تبقى بتدسربت بيزنس قائم بالباندلز. انت ممكن تقول والله انا كل الناس بتتشارج مثلا برسنتج، انا هتشارج افيكست فيه بتيرز، فانا بدل ما اقول للراجل انا هاخد منك 1%، هتقول له والله انا هاخد منك 200 جنيه، لو انت هتاخد مثلا 10 اكونتس او حاجه بالمنظر ده. فاكشلي الحته بتاعه الباندز دي it might be a very efficient way ان انت تسحب الناس من low margin ان انت تطلعهم لحاجات high margin. ممكن برضو تلعب بالباندز على حته مهمه جدا، ان انت تلعب بالباندلز مع الناس اللو، الناس اللي عندك في البيز بتاعتك، اللونج تيل بتاعك. فور اكزامبل لو انت عندك سيرفيس مثلا وفيها ان اكتف كتير، ممكن تبتدي تقول والله طب انا مش اتس نوت جوينج تو بي ا زيرو، مش يعني هيبقى في تيرز، والتير الصغير ده فيري لو، فيري لو نمبر. Definitely this might affect your churn. دي حاجة لازم تاخد بالك منها، ان ممكن الناس تسيبك لو ابتدت تدفع، لان ممكن تعود انها ما بتدفعش حاجة، بس هما دول كده كده ما كانوش بيدفعوا لك حاجة. ف the bundle might actually help you جدا in this way، وخصوصا لو انت عندك كذا سيرفيس. فانت ممكن مثلا تبقى شركة بتوفر كذا سيرفيس، عندك سيرفيس low margin جدا وعندك سيرفيس high margin، بس مثلا اللو مارجن دي از ذا فيري ستيكي، دي اللي العميل بيحبها ان اتس فيري ستيكي. فانت يو كان كروس سيل الاثنين مع بعض، تو باندل ذيم مع بعض، فتبقى اكشلي رفعت المارجناليتي بتاع ديس اكونت ان انت جمعت التو سيرفيسز دول وبعتهم بعتهم هاند ان هاند. ذيس از طبعا يعني طبعا الاكزامبل الشهير بتاع الموضوع ده الانك والكوبي ماشين. انت زيروكس والناس دول بيبيعوا الماشين اولموست ات كوست، بس طبعا اللينك اللي انت بتستخدمه فيري هاي مارجن. This is a very interesting thing، لان هم بيبيعوا لك اللينك يعني فور ذا لايف تايم فاليو اوف فور ذا لايف تايم اوف الماشين، انت بتشتريه كتير، انما انت ما بتشتريش الماشين نفسها غير مره واحده او كذا، لو انت بتشتري كذا واحده بس. فيري هم بيلعبوا على الحاجات الريكيرنت الكتير اللي انت هتدفع فيها اكشلي كتير، وبياخدوا فيها مارجن حلو. This is a very interesting approach. I hope ان انا جاوبت لك. ماشي. في ياسمين بتسأل عن ايه المزايا اللي احنا بنقدمها للعملاء بتوعنا غير السعر. زي ما انا بقول لك، احنا عمرنا ما بنبقى عايزين نقول ان احنا والله ارخص ناس في السوق. This is not the strategy اللي احنا متبعينها تماما. احنا مثلا بنحاول نقول للعميل احنا هندبلوي السيرفيس بتاعتك بسرعه، فلو انت مثلا عايز بي او اس او عايز انتجريشن وير جونا دو ات اس فاست اس بوسيبل، هنساعدك جدا في السبورت وهنسهل عليك ان انت تلونش السيرفيس بتاعتك، هنسدل معاك فلوسك، دي حاجه مهمه جدا، الريبورتنج بتاعنا يبقى واضح، السيتلمنت بتاعتنا تبقى في مواعيدها، ف وير سستينبل، الحته بتاعت السستينبيليتي اوف البيزنس ان انا مش بسربته لك والبيزنس كونتينيوتي بتاعتك موجوده. ديفينتلي الاكسبيرينس برضو حاجه احنا بنلعب عليها، ان الداشبورد بتاعتك تبقى بتديها، تبقى تدي الميرشنت ريبورتنج، الراجل يعني الميرشنت بيبقى عايزه ومهتم بيه، فبالتالي الراجل يحس ان انا ايه ده انت بتساعدني جدا ان انا امانج ماي بزنس، اتس نوت جاست ا بيمنت سولوشن، ده بيمنت بريبورتنج. فده شويه الفروقات اللي احنا بنعملها، بلس ان احنا وي بارتنر مع payment methods تانية. فاحنا بنوفر مثلا services بالتقسيط مع كذا شركة consumer، مع مثلا حد زي value for example for consumer finance. فdefinitely دي service it's a high margin service، لان التقسيط something كل الناس بتبقى عايزاها، فبالتالي ان احنا نقول والله طب this is a high margin play، فاحنا ممكن نتشارج margins ساعتها تبقى اكتر من ال traditional payment methods. في طبعا جايلان، هاي جوجو، how can you make sure that the cost acquisition is relevant to the pricing to make sure growth is healthy؟ طبعا دي يعني طبعا جلال يعني ده دي قصه حياتنا، ازاي ان احنا نميك شور، ازاي ان احنا نشوف
الكوست اوف اكوزيشن بتاعنا وال ديفينتلي ديفينتلي انت اكويشن مهمه جدا لاي شركه. انا بصرف على العميل قد ايه عشان اجيبه وبكسب منه قد ايه؟ لو قلت لك ان انا عندي بيزنس والله بصرف على العميل 1000 جنيه بس لما العميل بيجي بكسب منه 300 جنيه، فكده انا معناه ان انا بتبرع ب 700 جنيه بير كلاينت. فاكشلي يعني الشركه دي رايحه في داهيه لان انا يعني بصرف اكتر من العميل بيجيب. بس لو تقول لي والله انا بصرف 1000 جنيه على العميل بس العميل ده بيديني 100 جنيه او 150 جنيه في الشهر بس ده افريج كلاينت بيقعد معايا سنتين وثلاثه، فلا انت كده ابتديت تبقى عندك بوزيتيف يونت ايكونومكس. ذس ريفلكس الحته اللي كنت بتكلم عليها about the unit economics. Definitely ممكن حد يبقى الاستراتيجي بتاعته which this is I do not recommend ان انا upset the unit economics، لان once ان انت عملت كده دي حاجه ما تعرفش ترجع منها. لو انا بقيت ابيع بخساره على امل ان انا هبقى عندي merchants كتير او هبقى عندي هبقى منتشر فبالتالي ارجع للناس واغلي اسعاري، this is a strategy انا بصراحه مش بنصح بيها تماما. بس يعني I recommend ان اي حد يبص على الكوست اوف اكوزيشن بتاعه ويعمل وات وي كول اكورت اناليسيس، انه يشوف والله الناس اللي انا جبتهم في شهر 3 مثلا بقوا بيعملوا ايه في شهر 4 5 6 and so forth. فبالتالي يشوف والله هل الناس اللي دخلت معايا البيزنس وابتدت تستخدم السيرفيسز بتاعتي في مارس البيزنس بتاعهم ببتدي الريفينيو بتاعي بيكبر منهم. لو ده بيحصل معناه ان انت يور سيرفيس او برودكت بتاعك ستيكي والناس از بيكامينج يعني فاميليير بيه وعماله بتشتغل بيه. بس والله لو لقيت الناس اللي انا بدخلهم في شهر 3 بيدفعوا لي في شهر 4 و5 اند ذن نصهم بيتشيرن وبعد كده في شهر 6 ما بيبقوش موجودين، then this is a very يعني serious problem you have، خصوصا لو كوست الاكوزيشن بتاعك عالي. بس لو انت بتعرف من اول شهر ترجع الكوست الاكوزيشن which طبعا حاجه almost impossible، يعني I really يعني recommend people to make يعني يبقى ده جزء مهم جدا من الداشبورد اللي المانجمنت بتشوفها is the cohort analysis و cost of acquisition versus ال revenue اللي جاي لك. ده actually بيهلب يو تختار الطرق اللي انت بتاكواير بيها العميل، لان انت ممكن ما تكونش كل العملاء بتجيبهم بنفس الطريقه، فبالتالي ان انت ممكن تلاقي channel بتجيب لك very cost efficient وفي channel ثانيه مكلفه جدا، فبالتالي you're going to choose ان انا طب انا مثلا مش هيوز دايركت سيلز، انا هستخدم فور اكزامبل ديجيتال ماركتنج عشان اعمل كده، ممكن والله اجيب ريسيلرز. تبتدي تدور تشوف ايه الديفرنت شانلز اللي بتجيها لك والكوست اوف اكوزيشن بير شانل. اي هوب ان انا رديت عليكي. فور مالتي سايدد بزنس بروفايد داتا فور ا سيت اوف انا حقيقي محمد مش فاهم قوي ال question. ف you're more of a data يعني you pro يعني do some يعني data insights and so forth. definitely في الحالة اللي انا يعني لو انا فاهم البيزنس بتاعك صح definitely انت بتشوف مين الشخص اللي انت بتكريت لي فاليو اكتر، فاكشلي البيزنس اللي انت بتبروفايد لي الداتا عشان يبقى مور افيشنت ديفينتلي ده الراجل اللي مور انكلاين تو باي. بس انت لازم تشوف والله الافيشنسي دي قد ايه. يعني لو انا عندي مثلا ناس اسوم ان انا واحد بتاع انا شركه شحن مثلا فبصرف على البنزين فور اكزامبل 1,000,000 جنيه في الشهر، فلو انت قلت لي اي ويل يوز هميك يوز اوف داتا ان انا اعرف اعمل لك سمارت راوتنج والناس تعرف يبقى عندك افيشنسي في الدليفري بتاعتك، فبدل ما هتصرف المليون ده هتعمل نفس الشغل بس هتصرف 500,000، فديفينتلي انت يو هاف 500,000 باوندز تو تبتدي تعرف تو كابتشر. انت طبعا مش هتقول للراجل هاخدهم لان في الاخر هو ما يبقاش عمل حاجه، انت يو تراي واحده واحده ان انت تقول له والله انا هوفر لك جنيه وهاخد منه اكس بيرسنت. اكس بيرسنت ده بقى بتحدده على اساس ايه؟ على اساس زي ما بقول لك ستيج بتاعتك، انت شركه في جروث ولا لا، انت عايز تكابتشر. ممكن العميل ده يبقى فيري استراتيجيك انت عايزه على البورتفوليو بتاعك لان ده جزء من البراند ايمج بتاعتك ان تروح للناس تقول ده عندي. بس ديفينتلي الحاجات التك اللي بالمنظر ده بتبقى عندك فيري هاي مارجن لان الايكونوميز اوف سكيل از ديفينتلي اون يور سايد. في سؤال من محمد شاوي بيقول كي واي سي كوست هاو كان اي يوز ذس in my business.
ماشي، انت بتتكلم ان انت انت عندك يعني بتعمل اونبوردنج لناس، فور اكزامبل عندك سيرفيس اند يو ار دوينج كي واي سي ليهم. فور اكزامبل ممكن تبتدي تشوف، طب والله انا ليتس اسوم ان انت بتعمل كي واي سي لشركه بتطلع لونز فور اكزامبل، فتعال نفكر، هو الراجل ده لما انت بتجيب له عميل والعميل ده بيدي له لون، هو الشركه اللي انت بتتعامل معاها دي بتكسب، هتكسب كام من لون؟ فده انبوت لازم تبص عليه، فتشوف هاو ماتش فاليو ار يو كريتنج. بعد كده تشوف الناحيه الثانيه، تشوف والله هي الشركه دي النهارده بتنبورد ناس ازاي؟ عندها مثلا دايركت سيلز تيم بتصرف ماركتنج، ممكن يكون عندهم ريسيلرز تانيين بيعملوا كده، فتبتدي تشوف والله طب هم مصاريفهم قد ايه؟ فلو جيت تقول لي مثلا انا عندي مثلا السيلز في الشركه دي بيجيب 10 اكونت، وكل اكونت مثلا بنكسب منه 3000 جنيه. فانت ما مش هتنفع ان انت تتشارج way more than this، لان انت في الاخر راجل هيقول لك طب ما انا عاين ما اشتغلش معاك وعاين ناس احسن بالسالاريز بتاعتهم and so forth. فانت المفروض تبص how much value am I creating، في نفس الوقت طب الشخص اللي انا بحاول ابيع له السيرفيس دي ايه الطرق الثانيه اللي هو بيشتغل بيها، وتحاول تحط نفسك في النص given ان انت هت offer the same service. والله لو انت مثلا هتقول لراجل لا بدل ما هتعمل physical KYC انا هخترع طريقه ان انت اعمل بيها ديجيتال كي واي سي، انا هاب بقى ذا ماشين ليرنينج الجوريزمز تو دو فيشل ريكوجنيشن اند سو فورث، فانت دخلت في سبيس تاني خالص، لان انت يو كان شارج طبعا فيري هاي مارجن، لان انت ما عندكش كوست عماله، انت هتبني السيستم اند اوبريشن اوف ذا سيستم، وفي نفس الوقت يو ار كرييتنج او يعني هيوج فاليو للناس عشان يعرفوا يوم بوردو اليوزرز اون ذير بلاتفورم. Definitely that's a very interesting model، وده ممكن تتشارج فيه margins كويسه given طبعا ان انت زي ما بقول لك بتشتغل على الكومبيتيشن. في شكرا طبعا لسؤالك. في استاذ محمد علي عامر anyone need ده بيقول لو في احد بي نيد سبورت ماشي. في مسيو الان هاو ار يو سير الان معاك كوفاوندر بتاعنا. What's your take on dynamic pricing strategy to fuel growth؟ طبعا شكرا نينو. دي حاجة احنا يعني عملناها في الشركة معانا، ان احنا كنا بنلاقي ناس كتير قوي بتيجي تقول لك طب والله انت هتديني برايس اكس، طب لو اخدت منك 100 هتديني برايس كام؟ فانت بتخش بقى بتاعت الدلامة، طب انا افرض انا اديته برايس قليل وهو ما اخدش ال 100، طب هنعمل ايه؟ فابتدينا احنا في موم عملنا فيري انترستنج ثينج في البرايسنج عشان ما يبقاش في مفاصله كتير والتيم يعرف يتحرك بسرعه، فابتدينا نعمل دايناميك برايسنج، فبنقول والله if you're processing x amount of volume هتدفع برايس، هتدفع في كذا، if you're processing كل طبعا ما البروسيسنج بتاعك بيزيد البرسنتج بتاعتك بتقل، فبالتالي ما بقاش في روم قوي فور يعني نيجوشيشن، لان الموضوع بقى فيري ترانسبيرنت واضح، والله عملت كذا اوتوماتيكلي الموضوع هيتعمل. فابتدينا نلاقي والله استحسان كتير من الكلاينتس، ان نقول لك انا مش كل مره بقى ام وريد اباوت انا كبرت ويجي ويقعد، فهو شايف التيرز واكشلي بتدي انسنتيف للناس انها تكونسيوم السيرفيس بتاعتك اكتر، لان they want to do they want to go way more discounted. فانت يو الايند ال الفاليوز بتاعتك او النيدز بتاعتك كشركه، ان انت عايز الراجل يكونسيرف السيرفيس بتاعتك اكتر مع الكلاينت، ان كل ما بيكونسيرف البرايسنج بتاعه بيقل، فهو بقى عايز يكونسيرف اكتر وانت سعيد وبتدي له شويه ديسكاونتس، بس ديفنتلي الديسكاونتس ما ينفعش توصل توردز ان انت بقيت بتبيع بخساره، فهو ممكن المارجن بتاعك يقل. يعني لو كنت واحد مثلا بتدي له واحده بجنيه، لو هتدي له 100 واحده ديفنتلي لو بعت له 100 واحده ب 75 قرش وفي نفس الوقت انت لسه عندك مارجنز كويسه، ديفنتلي يو ار ميكينج واي واي مور ماني. ثانك يو مستر محمود شاوي. اي ثينك احنا يعني وانت تو راب اب، فلو في حد عنده اي اسئله ثانيه بليز شوت، كوز وي هاف انا عارف طولت عليكم، اي هوب يعني السيشن ما كانتش بورينج، وبتاسف للناس يعني this is the first time I do a live. I hope it wasn't boring يعني and it was helpful. بس يعني at the end of the day زي ما بقول لك يعني ما
my last يعني recommendation is A/B testing. يعني don't ما تقولش قوي على البرايسنج اللي انت عامله، حاول تجرب كتير خصوصا لو انت في الاول. play with the pricing، خلي السيلز تيم بتاعتك بتوعك على طول يدوك انسايتس، انزل اقعد مع الناس اللي انت بتسيرفهم، افهم اكتر بيستخدموا البرودكت بتاعك ازاي، how much they're willing to pay، ساعتها هيبقى عندك انسايتس اكتر تعرف تتحرك بيها. بس لو لقيت الدنيا مش ماشيه ما تقعدش فاهم تزق، يعني افهم مش ماشيه ليه and try to adapt بسرعه. في مستر احمد، do you think providing B2B SaaS platform with monthly subscription fees that increases depending on the cumulative usage until it reaches a maximum limit is a suitable strategy؟ انا سؤالي ليه maximum limit؟ يعني ليه ما تبقاش بتقعد تديسكاونت الحاجات، خصوصا حتى لو انت let's assume ان انت المارجن ده زياده. يعني لو انا بشتغل مثلا عندي 1000 اكونت مش فارقه كتير لو عندي 2000 عليك انت ككوست، فبالعكس انت ممكن المارجنز بتاعتك تبقى بتجيبها ات سكيل، وده الحلو في التكنولوجي ان جنرال، ان الكوست تزرف 10 مليون مش فارق قوي، طبعا مش فارق كتير عن الكوست تزرف مليون. هتلاقي عندك تو جرافس ان انت الريفينيوز بتاعتك بتكبر بس الكوست بتاعتك المارجنال كوست مش بتكبر قوي. هتكبر شويه سيرفرات بس خلاص، يو بيلد ا برودكت، مش هتعين انجينير لكل 20 عميل، فاهم قصدي؟ فبالعكس انا my advice would be ان don't put a maximum limit to your product. حط يا سيدي يعني بعد مثلا ما توصل لمليون اكس، طبعا مش عارف السيرفيس، وانس ان انت وصلت ممكن يبقى الاديشن بسيط جدا، بس don't put a maximum لان you never know الكوست اللي انت هتقابلها ازاي، وممكن العميل ده يبقى actually ده بيسبسيدايز الماركتنج او الفري ترايلز اللي انت بتعملها للعملاء الاصغر اللي انت عايز توصل لهم اكتر. فماي سجشن وبي ديفينتلي ام اول فور ساس مودلز، لان ده بقول لك ده ريكيرنت ريفينيو جميل، مش كل سنه بتبقى بعت برودكت وبتشوف بقى هنجيب الريفينيوز منين. ف يس جو فور ات، بس دونت تشينج يعني دونت بوت ا ماكسيمم. ثانك يو احمد، ثانك يو سو ماتش، ثانك يو مستر موجو، ثانكس ا لوت. و يعني thank you all for listening، وزي ما بقول لكم تاني I hope you stay safe، و please طبعا يعني لو في حد عايز اي حاجة please يعني drop me an email او يعني او send me يعني via mail any of your questions. و thank you so much و stay safe. and I think يعني الوضع اللي احنا فيه ده ممكن يبان سيء، بس I think definitely احنا يعني في industries ممكن يبقى this is the big break اللي هما مستنيينها، بشوية تغيير بالpricing وشوية يعني يعني aggression في how they approach the market ممكن يكابتشروا market share قوية جدا. Thank you so much. Looking forward يعني to next episode.